أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة الشطرنج الخالد. هنشوف أبطال من العصر الرومانسي وبتوالي الزمن بدأت الدراسة تمتزج فيها مع المتعة، ثم وصلنا في نهاية القرن العشرين إلى العصر اللي تقدم فيه الشطرنج كثيرا حتى وصلنا إلى العصر الحالي. وفي خلال هذه المسيرة الحافلة ظهرت أدوار سماها النقاد بالأدوار الخالدة، وأنا جمعت هذه الأدوار ووضعتها في هذه السلسلة اللي بتمتزج فيها الدراسة مع المتعة والإكروبات الشطرنجية. استعد حترى شطرنج لم تراه من قبل. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك، وتذكر شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. أريد أن أضيف ملاحظة إن بعض المشاهدين يفضلون الدراسة مع المتعة، بينما آخرين ربما يريدون المتعة فقط، ولذلك يمكنهم بالمؤشر أن يتجاوزوا الجزء الأول من الفيديو إلى الجزء الذي يبدأ فيه الالتحام وتحدي الأفكار، وستتعرف عليه عندما ترى الرقعة قد أصبحت محاطة بإطار أحمر. سلسلة الشطرنج الخالد فيديو رقم 59، الدور الخالد لأناند بعنوان رخ غريب وفيل عجيب. فيسفانسن أناند أول جراند ماستر هندي وأول بطل للعالم أسيوي في الفترة من سنة 2000 إلى 2002. خسر في مقابلتين تحدي ضد كاسباروف سنة 95 وضد كاربوف 98، ولكنه استمر بطل للعالم من 2007 حتى خسر اللقب أمام ماجنوس كارلسون في 2014، وكرمته الهند بمنحه أعلى وسام للرياضة. الدور ده أناند بيلعب بالأبيض أمام لوتشير بطل فرنسا وأول فرنسي بيوصل إلى مراحل متقدمة في تصفيات بطولة العالم. وفي هذا الدور بيلعب مع أناند خط افتتاحي حاد بيؤدي فورا إلى موقف غريب. رخ الملك الأبيض بيخرج من مربع H3 إلى مربع E3، بينما فيل الأسود للمربعات البيضاء بيتم أسره على المربع G2، وأناند بيحضر لكي يعرض التكسير لكي يخرج بفيله، بينما لوتيير بيأمل في أن يغلق عليه إلى أبعد مدى ممكن. ولكن في اللحظة الحرجة أناند بيجد تكوينة ساحرة بتعتمد على تضحية وزير، وموقف لوتيير لا يمكنه الصمود متماسكا بعد هذه الضربة الموجعة وبينهار على الفور. وهذا الدور بتعليق أناند اللي بيبدأ تعليقه بقصة شيقة تعالى نسمعها. أناند بيبدأ الدور وبيقول إن في اليوم السابق كان يوم الافتتاح لهذه البطولة، وكان في استعراض بين اللاعبين أمام بعض اللاعبين السويسريين، وكان الشروط إن اللاعب يبدأ أول نقلتين، وإذا لم يحدث تشيك ميت في ظرف 24 نقلة يعتبر اللاعب السويسري فائز. ومعظم اللاعبين اختاروا النقلة E4 واختاروا إن الأسود يرد بالنقلة D5، وده اللي بيمثل دفاع الوسط المضاد. وفي اليوم التالي كان لقائي مع لوتيير وبدأت بالنقلة E4 وفوجئت بأن لوتيير بيرد بD5، ودي لم تكن النقلة المفضلة للوتيير، وهنا أيقنت أن لوتيير كان محضر للمفاجأة في الدور، ولذلك قررت اللعب بحذر. والدور كمل كالمعتاد: E takes D5، Queen takes D5، Knight C3. الأبيض بيعبق قطعة وبياخد تمبو على الوزير، وده أحد عيوب دفاع الوسط المضاد: Queen A5، D4، Knight F6، Knight C3، C6. وفي هذه المواقف كنت بكمل بالنقلة Knight E5، لكن وجدت أثناء تحضيراتي لبطولة العالم إن هناك نقلة أخرى، وبدلا من لعب Knight E5 قررت إني ألعب Bishop C4، لأن ربما لوتيير كان متوقع إني ألعب Knight E5. لكن على أي حال Bishop C4 أفضل كثيرا من Knight E5، وبتجعل الأسود يواجه بعض المواقف المحرجة.
والدور كمل بيشوب سي 5، وهنا النقلة المعتادة بيشوب دي 2، وبيضع الفيل على نفس الوتر مع الوزير، وفي نفس الوقت بيفك الربط عن الحصان. لكن بدلا من بيشوب دي 2 كملت بالنقلة الهجومية نايت اي 5. الابيض بيصوب عن النقطة الضعيفة اف 7، والابيض اصبحت له افضلية، والاسود مجبر على لعب اي 6، وقررت اني العب بايجابية وكملت جي 4 طالب الفيل، بيشوب جي 6 اتش 4. الابيض طالب في وقت من الاوقات ان يلعب اتش 5 والفيل في المصيدة، وهنا لو الاسود كمل بالنقلة المنطقية بيشوب بي 4 بيزود الربط على حصان السي 3، الابيض هيرد بيشوب دي 2، وبعد النايت اي 5 بيزود الضغط على الحصان. الابيض بيلعب ببساطة اف 3 وبيجبر الاسود اما بالتراجع بالحصان او التكملة بالتكسير اللي بيكون في صالح الابيض، والابيض بيزيد تفوقه. على اي حال لوتير ما كملش بالبيشوب بي 4، انما كمل بافضل نقلة في هذا الموقف وهي نايت بي دي 7، وبعد نايت دي 7 نايت دي 7 اتش 5 طالب الفيل بيشوب اي 4، الرخ مطلوب والنقلات المتوقعة اما التبييت. وقبل ما نكمل عاوز اقول ان من شروط التبييت ان ما يكونش الملك هو المطلوب، اما الرخ اذا كان مطلوب فلا مانع من التبييت. والنقلة الاخرى هي رك جي 1، ولكني قررت اني العب بطريقة غير اعتيادية بالنقلة رك اتش 3 وتعبئة الرخ عن طريق المربع اي 3، ولوتير كمل بالنقلة القوية بيشوب جي 2. وهنا اناند بيقول ان فكر ان يكمل بالنقلة رك جي 3 ويطلب الفيل مرة اخرى، لكن وجد ان بعد بيشوب دي 7 طالب الفيل وبعد تراجع الفيل الاسود بيلعب بيشوب دي 6 وبينشر قطعة بتمبو على الرخ، ولذلك اناند لم يلعب الرك جي 3 انما كمل بالنقلة المنطقية رك اي 3، والاسود رد بنايت بي 6 طالب الفيل. لو الاسود ملعبش النايت بي 6 وطلب الفيل بالنقلة بي 5 هتكون نقلة سيئة، لان الفيل هيتراجع، وبعد البي 4 طالب الحصان الابيض هيلعب ببساطة نايت اي 4، والحصان اصبح بيحتل موقع جيد في وسط الرقعة، وبعد بيشوب تيكس اي 4 بيشوب تيكس اي 4 الابيض بيصبح له ميزة زوج الافيال وبيهدد بالاخذ على المربع سي 6، والابيض بيزداد تفوقه في الدور، ولذلك الاسود ملعبش البي 5 انما كمل نايت بي 6 طالب الفيل. ولو الفيل تراجع للمربع بي 3 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هينتهز الفرصة ويلعب النقلة القوية سي 5، ولابد للابيض ان ياخذ، والا الاسود هيلعب سي 4 والفيل في المصيدة، ولو الابيض اخد الاسود بياخد بالفيل وبيتم تعبئة الفيل بتنبو على الرخ الحائر، ولذلك اناند لم يلعب البيشوب بي 3 انما تراجع لافضل مربع وهو بيشوب دي 3، والنقلة دي لها علامة خضراء بمعنى انها نقلة جيدة، وهنعرف فيما بعد لماذا. على اي حال الاسود كمل في هجومه نايت دي 5 طالب الرخ وبيكثف الضغط على الحصان المربوط، وهنا اناند بدأ الالعاب النارية بالنقلة اف 3. بالنقلة دي اناند بيأسر الفيل، لكن في نفس الوقت بيعرض نفسه لخسارة الفرق، لكن في سبيل الفوز في النهاية بقطعة، واصبح الاسود حاليا هدفه هو تقليص الفيل من الاسر. ولو الاسود كمل بالنقلة نايت تيكس سي 3 طالب الوزير بي تيكس سي 3 كوين تيكس سي 3 تشيك بيشوب دي 2 طالب الوزير كوين دي 4 كينج اف 2 طالب الفيل، والاسود ليس امامه غير بيشوب تيكس اف 3 كينج تيكس اف 3، والفيل اصبح امام ثلاثة بيادق. وممكن الاسود يكمل ببيشوب سي 5 على اساس ان بيهدد بكوين اف 6 تشيك ويفوز بالفرق، لكن الابيض هيكمل ببساطة كينج جي 2، وافضل نقلة للاسود هي كاس اللونج، والابيض متفوق الى حد ما ماديا وموقفه افضل قليلا من الاسود، ولذلك الاسود لم يلعب نايت تيكس سي 3 انما كمل بالنقلة الهجومية بيشوب بي 4،
وبيكثف الضغط على الحصان المربوط، وأناند لعب أفضل نقلة في هذا الموقف. كينج اف 2 طالب الفيل. ودلوقتي لو الأسود أخذ بالحصان، طالب الوزير هيكمل بي تيكس سي 3 بيشوب تيكس سي 3 طالب الرخ، روك بي 1 بيشوب دي 4 بيربط الرخ على الملك. لكن بعد كينج تيكس جي 2 بيشوب تيكس اي 3 بيشوب تيكس اي 3 الموقف المادي متساوي تقريبا، والابيض لديه ميزه زوج الافيال، وكذلك بيهدد بيدا البي 7، والابيض له افضليه كبيره. ولذلك الاسود ما خدش بالحصان، انما اخد بالفيل. وبعد بي تيكس سي 3 كوين تيكس سي 3 طالب الرخ، روك بي 1. دلوقتي لو الاسود كمل بيشوب تيكس اف 3 كوين تيكس اف 3 كوين دي 4، الابيض هيرد بروك تيكس بي 7، والابيض اصبح له موقف هجومي قوي وفي طريقه للفوز. ولذلك الاسود ما خدش على المربع اف 3، انما كمل كوين تيكس دي 4 بيربط الرخ، ولو الملك اخد الفيل الاسود بياخد الرخ مجانا. على اي حال اناند كمل ببساطة روك تيكس بي 7، وتم تجميد الموقف في الوسط، لكن الرخ وصل للصف السابع، ووجوده على هذا الصف هيكون له تأثير كبير. ومن هنا هيبان ليه قلنا ان النقلة بيشوب دي 3 نقلة قوية. على اي حال الاسود لو حاول يهرب بالفيل ببيشوب اتش 3 هتكون نقلة سيئة، لان الابيض له رد قوي. يا ترى ايه هو؟ الابيض هيكمل بالنقلة القوية روك تيكس اف 7. الابيض بيفوز ببيدق، لكن الرخ محصن، لان بعد كينج تيكس اف 7 الابيض هيلعب ببساطة بيشوب جي 6 تشيك، وهيكشف هجوم على الوزير الغير محمي، والابيض هيفوز. ودي اولى مميزات وجود الفيل على المربع دي 3. واذا الملك ما اخدش الرخ، انما لعب اولا السي 5 بيحمي الوزير، الابيض هيكمل بنقلة اخرى اكثر روعة، وهي روك اف 5. الاسود ما يقدرش ياخد الرخ مربوط على الملك، وفي نفس الوقت الابيض بيهدد بيشوب بي 2 وبيبعد الوزير عن المربع دي 4، والابيض بيهدد بالاخذ عن مربع اي 6 وتشيك ميت بعد عدة نقلات. وافضل دفاع للاسود هو نايت تيكس اي 3، لكن بعد بيشوب اي 3 طالب الوزير كوين بي 2 الابيض بيكمل روك تيكس سي 5، وبعد كاسل بيكمل الابيض كينج جي 3، والفيل مازال في المصيدة والابيض بياخده وبيفوز. اذا النقلة بيشوب اتش 3 لا تصلح، والاسود كمل روك بي 8. وبعد هذه النقلة جاءت اللحظة الحاسمة اللي جعلت هذا الدور شهيرا للغاية، بل ربما يعتبر الدور الخالد لأناند، او النقلة الخالدة لأناند. يا ترى ايه هي؟ أناند لعب النقلة الخالدة والبسيطة للغاية اتش 6. طلبها المباشر هو الاخذ عن مربع جي 7 وتهديد الرخ، لكن هناك الكثير من الطلبات الغير مباشرة، وحنشوفها تباعا نقلة وراء نقلة. على اي حال في الدور الاسود اخد عن مربع اتش 6 وخسر، لكن ايه اللي يحصل لو الاسود لعب جي 6؟ الابيض ايضا هيفوز بنقلة اخرى مخبأة هيظهر فيها احد مميزات الفيل على المربع دي 3. يا ترى ايه هي؟ بالطبع الكثير عرف النقلة، وهي بيشوب تيكس جي 6. طالب ياخد على المربع اف 7، لكن الاهم انه بيكشف هجوم على الوزير الغير محمي، ولا يوجد امام الاسود غير كوين تيكس دي 1. وهنا الابيض بيعطي تشيك ميت بطريقة انيقة، بتبدا بروك تيكس اي 6 تشيك، والاسود ممكن يغطي بالحصان ويخسر ايضا، لكن افضل دفاع هو الكينج اف 8، والابيض بيكمل روك اف 7 تشيك كينج جي 8،
روك جي 7 تشيك كينج اف 8، وهنا بتيجي احد النقلات المختفية بيشوب اس 3 تشيك، والاسود ليس امامه غير التغطية بالحصان مثلا من المربع بي 4، وبعد بيشوب تيكس بي 4 تشيك روك دي 6، الابيض بينهي الدور بروك اي 8 تشيك ميت. اذا النقلة جي 6 لا تصلح، وبعد الدور وجد ان الاسود ليس لديه غير نقلة وحيدة تعطيه اقوى دفاع، وهي نايت تيكس اي 3 بيحمي الفيل وطالب الوزير، وبعد بيشوب تيكس اي 3 طالب الوزير، الوزير بيتراجع للمربع اي 5 على اساس ان الملك لو اخذ الفيل بيتخلى عن حماية فيل الاي 3، لكن الابيض بيكمل ببساطة اتش تيكس جي 7، والاسود ما يقدرش ياخد بالوزير والا الابيض ياخد الفيل، والنقلة الوحيدة هي الروك جي 8 طالب ياخد البيضة، وهنا الابيض ممكن يخطأ بالنقلة بيشوب اتش 6 بيحمي بيضة الجي 7 وفي نفس الوقت طالب الفيل، لكن هذه النقلة نقلة سيئة والاسود لديه رد قوي ربما يغير مصير الدور. يا ترى ايه هو؟ الاسود هيكمل بالنقلة الرائعة كوين اتش 2 بيهدد مباشرة باخذ الفيل، وفي نفس الوقت اصبح له تهديد برفع الفيل بكش بالكشف، ومصير الدور ربما يتغير، ولكن الابيض غير مجبر على لعب البيشوب اتش 6، انما هيلعب ببساطة كوين جي 1، والتكملة الوحيدة هي بيشوب تيكس اف 3 كينج تيكس اف 3. ورغم ان الموقف تقريبا متساوي ماديا، لكن الابيض له اكتر من تهديد، وكذلك له ميزة زوج الافيال، والابيض له افضلية كبيرة وربما في طريقه للفوز. اذا النايت تيكس اي 3 هي افضل دفاع للاسود، ولكن في الدور لعب النقلة السيئة جي تيكس اتش 6، واناند بدأ سلسلة من النقلات الرائعة والممتازة. يا ترى ايه هي النقلة اللي بدأ بيها هذه السلسلة؟ اناند بدأ بالنقلة الرائعة بيشوب جي 6، طالب ياخد على المربع اف 7 سواء بالفيل او بالرخ، لكن الاهم ان بيكشف هجوم على الوزير الغير محمي، وهنا الاسود له اكتر من رد. لو لعب كوين اف 6 هتكون نقلة سيئة، والابيض هيكمل بيشوب تيكس اف 7 تشيك، وافضل دفاع هو كوين تيكس اف 7 روك تيكس اف 7، وهنا الاسود بيلعب نايت تيكس اي 3 بيهاجم الوزير بالحصان وبيكشف هجوم من الرخ، ووجد ان افضل نقلة للابيض هي كوين تيكس دي 8 تشيك، وبعد كينج دي 8 بيشوب تيكس اي 3 طالب الفيل الاسير، وطالب ايضا اكتر من بيضة، وافضل نقلة للاسود هي البيشوب اتش 3، لكن الابيض بيلعب روك تيكس اي 7، والموقف ماديا متساوي، لكن الابيض طالب بيضة اتش 6 وطالب يلعب روك اتش شيك ويفوز بالرخ، وكذلك لديه بيضة سالك الى مربع الترقية وبيسيطر على الصف السابع، والفيل الاسود هيظل اسيرا والابيض في طريقه للفوز. اذا الكوين اف 6 لا تصلح، واذا لعب كوين تيكس دي 1 الابيض حيفوز بطريقة انيقة. هترك لك استنتاج النقلة الاولى، يا ترى ايه هي؟ الابيض بيلعب روك تيكس اي 6 تشيك، الرخ محصن لان البيضة مربوط على الملك، وسواء الاسود دافع بتراجع الحصان هياخد تشيك ميت، او ربما يلعب كينج اف 8 والابيض بيكمل بيشوب اف 6 تشيك كينج جي 8 بيشوب تيكس اف 7 تشيك ميت. اذا الاخذ على المربع دي 1 ايضا لا يصلح، واذا حاول الاسود النقلة المنقذة قديما نايت تيكس اي 3 لن تصلح في هذه الحالة، لان الابيض هيكمل بيشوب تيكس اف 7 تشيك كينج اف 8 كوين تيكس دي 4 روك تيكس دي 4، وهنا الابيض هيلعب ببساطة
بيشوب تيكس اي 3 طالب الرخ وطالب الفيل الاسير، وكذلك بيهدد بروك بي 8 ويفوز بالرخ، والابيض بيفوز في كل التفريعات. اذا النقلة المنقذة نايت اي 3 لا تصلح في هذه الحالة، والاسود كمل في الدور بنايت اي 7. اولا بيحمي الوزير وطالب الفيل وكذلك طالب الوزير، ويبدو ان الاسود وجد الدفاع الصحيح، لكن اناند فاز بكل سهولة تيكس دي 4. وبعد روك دي 4 اناند لعب نقلة بسيطة جعلت لوتير يسلم، يا ترى ايه هي؟ اناند لعب النقلة البسيطة لكن المدمرة روك دي 3 بالطبع طالب الفيل الاسير، ثانيا طالب ياخد الرخ، ثالثا طالب الروك بي 8 تشيك، والاسود ليس امامه اما يتراجع بالرخ او ياخد على المربع دي 3. لو اخد على المربع دي 3 هينتهي الدور فورا ببيشوب تيكس دي 3، والابيض طالب الفيل الاسير وكذلك زوج الافيال كل منهم طالب بيدق، وكذلك لديه التهديد بروك بي 8 والفوز بالرخ، والابيض لابد هيفوز ماديا وهيفوز بالدور في كل التفريعات. اذا الاخذ على المربع دي 3 لا يصلح، بينما اذا الرخ تراجع الابيض بيكمل ايضا بروك تيكس دي 8 تشيك كينج تيكس دي 8، وهنا الابيض بيلعب نفس النقلة بيشوب دي 3 بينقذ الفيل وطالب الفيل الاسير وكذلك طالب اكتر من بيدق مع التهديد القوي بروك بي 8 والفوز بالرخ، والاسود ليس لديه اي امل في الدور. الحقيقة دور تكتيكي جميل للغاية من اناند، ويبدو انه واحنا ايضا معاه لن ننسى ابدا النقلة الخالدة اتش 6. واخيرا وصلنا الى بطل العالم الهولندي ماكس ايوي اللي فاز ببطولة العالم من بين انياب اليخين، ولكن اليخين لم يترك ثأره وعاد بعد سنتين ليقتنصها منه مرة اخرى. وفي الفيديو القادم هنشوف الدور الخالد لماكس ايوي امام افويم جيلر بعنوان رخ في الهواء، دور هنستمتع به جميعا. والى هذا الحين اتمنى لكم اوقاتا ممتعة، واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.